نصر القفاص رئيس لجنة الإعلام في حزب المصريين الأحرار. المؤتمر الصحفي النهارده هو ما نقدرش نقول عليه المؤتمر الأول، كان في مؤتمرات قبل كده بتنعقد بشكل يعني متقطع، لكن النهارده بنعلن إن هيبقى في مؤتمر صحفي أسبوعي لحزب المصريين الأحرار، هيعقد كل يوم اثنين الساعة 12 ظهرا للرد على كل أسئلة السادة الصحفيين، وأيضا عشان نأكد على إن المتحدث الرسمي للحزب هو مصدرنا الأساسي، إضافة طبعا إلى قيادات الحزب اللي هي ممكن تقول أي شيء لكن أو تقول آراءها أو تعبر عن وجهات نظرها، لكن المتحدث الرسمي هو من ينقل كلام الحزب مجتمعا أو مواقفه رسمية. أيضا علشان نقول إن احنا في حالة ما يبقى في موقف رسمي بيصدر بيان، والأمين العام الدكتور عصام خليل هيوضح النهاردة كمان إن لجنة الإعلام لها موقع بالضرورة، وإن في السايت أو الجريدة الإلكترونية للحزب اللي هيتم الإعلان عن رفعها النهاردة، ودي هتبقى فيها كل أخبار الحزب في كل عموم الجمهورية. وطبعا المؤتمر هيعقد كل يوم اثنين الساعة 12 الظهر، لأن احنا لاحظنا مسألة إن كشفت مصادر مطلعة وقالت مصادر مطلعة، فكل واحد دلوقتي عايز يألف شعر بيقول لنا مصادر مطلعة. مين المصادر المطلعة؟ حزب المصريين الأحرار لا يمكن أن يعتد ابتداء من اليوم بما يسمى مصادر مطلعة. عندما يقال أن هناك مصادر مطلعة فيبقى على الرأي العام أنه يعرف أن ده كلام شعر بيألفه الأخ اللي كاتبه يعني، أو الزميل العزيز اللي كاتبه يعني. الحاجة التانية كمان النهاردة الأمين العام هيعلن عن أنه في سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية تم هدية للانتخابات البرلمان، وهتبدأ من محافظة كفر الشيخ في مدينة دسوق يوم الخميس إن شاء الله الساعة 7 مساء، وفي مؤتمرات أخرى بالتأكيد، وهتناول اللائحة الجديدة للحزب، وخاصة ان البعض كان زعم ان هناك ازمات في الحزب، ده شيء مش موجود على الاطلاق، الحزب مستقر تماما، لكن دي مرحلة انتخابات، فاحنا متعودين في الانتخابات ان من الممكن يكون في لكمات او ضربات تحت الحزام، عشان كده احنا حريصين على التواصل مع اجهزة الاعلام بشكل مباشر على طول لكشف الحقائق. والحاجة الاهم كمان ان من يتناول الحزب بشائعات، طالما ان احنا وضحنا الامور دي فسيتم التعامل معاه عبر فريق قانوني من يعني السادة المحامين الكبار وقيادات الحزب كمان، لانهم هم ايضا قيادات في الحزب. يعني دي ربما الامور الاساسية. هو يعني دي خطة طويلة جدا، الامين العام هو اللي يقدر يتكلم عنها بتفاصيلها بالتأكيد، يعني انا عندي ملامح فقط لكن هو عنده التفاصيل يعني ان اولا الحزب جاهز بخطط اقتصادية بالفعل للتعامل مع الازمات القائمة في المجتمع المصري. الحزب ايضا لجانه المختلفة سواء لجنة الشؤون العربية والسياسية عندها تصور للتحرك الاقليمي والافريقي والدولي، وايضا لجنة الطاقة عندها دراسات جاهزة للتعامل مع ازمة الطاقة، لجنة الثقافة والابداع جاهزة ايضا بخطط، مش خطط فيها نوع من انواع المهرجانات بقدر ما فيها تعامل واشتباك حقيقي مع الازمات اللي موجودة. يعني حزب المصريين الاحرار هيقول في خلال الفترة اللي جاية انه استعد بشكل جيد للانتخابات البرلمانية وممارسة سياسية قائمة على التعددية، علشان كده كان الحزب مصر ان يخوض الانتخابات الفردية منفردا دون الدخول في تحالفات، لانه بيؤمن انه له تصوراته الاقتصادية، التحالفات الانتخابية لا تنتج شيئا، لكن ربما تكون هناك تحالفات سياسية فيما بعد انتخابات البرلمان.